الآن معلش مثلا، اسمعني. معلش، هل أنتم الآن منتصرون أم مهزومون؟ لا منتصرون دائما. أنت من وين أصلك أخي الكريم؟ سوري. سوري. يعني أنت هربت من سوريا وجاي لعند الألمان ولاجئ عند الألمان، أنت الآن بهذه الطريقة انتصرت لما جيت طلبت اللجوء عند الألمان، ولا انهزمت من سوريا ومن المسلمين، لا فما ما حدا انهزم. لجأ، ما حدا قبل أنه يستقبله غير هذول الألمان لا لا انا ما اللي هم انهزمت. كفار. اولا ما انهزمت. وثانيا والاهم انه اني لما جيت لهين هذا مو دليل انه تركت ديني ولا خلاص انا انهزمت. فانا انشر الاسلام في كل مكان، واكبر دليل اني جالس معك واقول لك انت على غلط. لا، أنت أكبر دليل على أنك جالس في ألمانيا وملتزم بدينك أن الألمان أخلاقهم أفضل من أخلاقكم، لأن هذا الألماني إذا إجا لبلدك أنت ما تسمح، إذا أنت تحكم بالشريعة الإسلامية ما تسمح له أنه يكون على خلاف دينك، إلا أن لا يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هذا بينما أنت جيت لعنده هو آواك وأطعمك وكساك وأسكنك وعالجك وعلمك وأرشدك وآداك وجعل منك وأعطاك فوق هذا حرية المعتقد وحرية ممارسة الدين. هذه الحقيقة يا أخي عمر، تعرف بينما ليش أنتم في الشريعة الإسلامية ما بتعطون هذا الحق للناس. هذا فضل من الله عز وجل انه انا اجلس عنده وهو صاقر يلبي لي كل شيء، يريد لي يعطيني كل شيء كتبه الله لي. اما لما يكون بيدي هل والله تعتقد يدفع أن الجزية وهو الألماني، صاقر. أخ عمر، هل تعتقد أن الألماني صاغر لأنه عشان هيك هو بيساعدك؟ لا هو اذنه مشرك كافر خلاص صاغر، ظل صاغر حتى لو يعطيني كنوز الدنيا كلها ذهب. كافر خلاص كافر كافر. نعم الكافر. هل ترى من الأخلاق أن من آواك وأمنك من بعد خوف وأطعمك من بعد جوع وأسكنك من بعد يعني عالة وعالجك من بعد مرض أنك تقول